ازاي نختار المستشفى اللي هنولد فيها. الكلام ده احيانا قد يكون مزعج لبعض الاماكن، لكن نتكلم النهارده بصراحه طبيه كامله من اطباء النساء والولاده ومننا احنا كبشر وكحالات، ازاي نختار هذه المستشفى اللي احنا رايحين نعمل فيها اكبر حدث في حياتنا من اهم الاحداث. احنا مش رايحين نختار قاعه افراح، احنا رايحين نختار المستشفى اللي هنسلمها حياتنا وحياه طفلنا. نختارها ازاي وايه النقاط اللي هنعتمد عليها؟ يلا بينا نعرفها. معاكم النهارده دكتوره ريهام الشال، اخصائي طب وجراحات النساء والتوليد وتاخر الانجاب، واحنا النهارده في طبيبتي. اهلا بيكم. أهم نقطة من النقاط اللي هنعتمد عليها في اختيارنا للمستشفى هي نقطة اختيارنا للطبيب الثقة. الموضوع ده منتهى منه. ده طبعا دي أهم وأخطر وأكبر نقطة ممكن نعتمد عليها. هتلاقوا الدرس ازاي نختار الطبيب موجود في أعلى الشاشة أو في صندوق وصف الدرس، وإن شاء الله بإذن الله يكون درس مفيد وفي حاجات بنتكلم فيها بصراحة وبأمانة ومش عاملين فيها حدود لأي حاجة خالص علشان تكون المعلومة فيها واضحة جدا. النقطة الثانية في اختيارنا للمستشفيات، وهي ايضا اننا نعرف المستشفيات اللي الدكتور الثقة اللي احنا بنتابع معاه بيختارها او بيولد فيها. اكيد كل الدكاترة في الاغلب بيكون عندهم اكتر من اختيار واكتر من مستشفى للمتابعة، فبالتالي اكيد احنا عندنا كده عدد من الاختيارات نقدر اننا نعتمد عليه. نقطة رقم 3، وهي نقطة ايضا خاصة بمستشفيات شركة التأمين اللي احنا متعاقدين معاها، النقاط دي كلها نقاط لوجستية برضو احنا كده مقيدين باختيارنا داخل شركة التأمين. من اهم النقاط اللي بنعتمد عليها في اختيار المستشفيات هي قرب المسافة ما بيننا وبين المستشفى. ما انساش حالة كانت جاينا من محافظة تانية غير المحافظة اللي احنا موجودين فيها، وبالتالي كانت بتخطط لولادة طبيعية وما قدرتش انها توفر مكان للإقامة جنبنا، وبالأخص في الشهور الأخيرة من حملها، وبالتالي احنا الحقيقة يعني كانت توصيتي ليها اننا مش هنقدر اننا نوفر هذه القيمة المتاحة، لانها عشان تنتقل لينا في الوقت ما بين الولادة الطبيعية احنا ما نعرفش ولادتها هتكون في كام ساعة، ولا قدر الله بقى او بعد الشر ممكن انها تتعرض لمشاكل عاملة ازاي في اثناء انتقالها من البيت للمستشفى. فبالتالي احنا طلبنا منها انها تتابع حملها من بدايته مع اقرب مكان ليها بحيث انه يكون اكثر امانا ليها في ساعة الولادة. دي نقطة. النقطة التانية وهي نقطة مهمة جدا، نقطة اننا لازم نروح نزور المستشفيات. مفيش حالة عندي بتطلب مني اني اختار لها مستشفى الا بقول لها لازم تروحي تشوفي المستشفيات اللي موجودة او متاحة لينا كلها. لازم بنسميها الهوسبيتال تاور او الرحلة اللي هتتم داخل المستشفى. مجرد ما بتدخلي من المكان بتقول لهم انا حالة دكتورة فلانة او حالة دكتور فلان، وبناء عليه في ناس مخصصين موجودين في المستشفى بياخدوكي وبيقوموا برحلة داخل الغرف المتاح ان انت تتفرجي عليها. اكيد الغرف اللي ما فيهاش حالات، وبالتالي بتقدري انك الى حد كبير تكوني صورة عن المستشفى، بتقدري من خلالها انك تقدري تختاري وتقيمي المستشفى. هنختار ايه في المستشفى وهنشوف ايه وايه اهم حاجات نبص عليها واحنا موجودين في هذه الرحله واحنا بنتجول كده داخل المستشفى. اهم النقاط اللي لازم نهتم بيها جدا جدا ونراعيها هي نقطه الغرف اللي احنا هنقيم فيها. هل الغرف دي فرديه ولا الغرف دي في معانا حد تاني بيكون مقيم معانا في الغرف، حالات اخرى مش حد تاني من عيلتنا من الناس اللي معانا، لا حالات اخرى موجوده معانا في الغرف دي ولا لا. احنا دايما بصراحه بنفضل الغرف الفرديه، الغرف اللي مفيش معاها حالات اخرى، لانها بتكون اكثر امانا واكثر احتياطا واكثر كل حاجه بصراحه. احنا يعني كاطباء دي اكثر حاجه بنرشحها. من اهم النقاط وهي النقطه الثانيه، نقطه خاصه ب التمشية. يعني احنا بعد الولادة هنضطر اننا نخرج ونتمشى في المستشفى، هنلف في المستشفى كده لفات لطيفة علشان ما ينفعش اننا نقعد فترات طويلة، وده شيء احنا اتفقنا عليه فيما بعد الولادة القيصرية وبعد الولادة الطبيعية واي ولادة. نعمل ايه؟ اهم حاجة لازم نكون مدركينها اننا هنتمشى في الطرق بتاعة المستشفى دي. هل الطرق دي تسمح لنا بهذه التمشية؟ هل هنبقى مرتاحين واحنا بنتمشى فيها؟ هل المكان مريح ومضيء ومتهوي ونظافته جيدة؟ هل الاقامة في المكان ده هتكون جيدة؟ هل عدد الكراسي اللي موجودة في الأوضة
تسمح لي بوجود المرافقين، العدد اللي انا هقدر احضره، هل المكان بيوفر الحاجات اللي انا طالباها؟ بعض الناس بيطلبوا يكون فيه تلفزيون، بعض الناس بيطلبوا ان الغرفة يكون فيها تكييف، بعض الناس بتطلب ان الغرفة تكون مجهزة بشكل او باخر، بيختلف من حالة للتانية ومن مستوى للتاني ومن اهتمام باهتمام تاني خالص. كل الحاجات دي لازم ارجوكي تتناقشي فيها وتسألي عنها في اثناء رحلتك في المستشفى، لان الحاجات دي بصراحة محدش يقدر يفيدك بيها غير اثناء هذه الرحلة. النقطة المهمة جدا وهي نقطة رقم 6، وهي ان المستشفى لازم تكون بتدعم نوع الولادة اللي انت عايزاه. يعني ما ينفعش ابدا باي حال من الاحوال ساعة الطلق بتاع الولادة نيجي نقول لا يا دكتورة ده احنا كنا عايزين ولادة المية، الولادة في البيرثينج بول او الولادة اللي تحت الماء اللي بيقولوا عليها. طيب احنا دلوقتي هل ده وقت ينفع فيه اننا نختار؟ لا، لازم من قبل كده نبدأ اننا نعد نفسنا ونختار المستشفى اللي بتدعم هذه الطريقة من الولادة. مش كل المستشفيات عندها الامكانية ده. هل المستشفى دي عندها الولادة الطبيعية بريوريتي او اولوية او شيء بيعزوه جدا وبيفضلوه ولا لا؟ هل الولادة دي، هل المستشفى دي بتحبز او بتشجعنا اثناء الولادة الطبيعية وفيها الادوات اللي بنتابع بيها الحمل والولادة الطبيعية بشكل جيد، ولا مش هتبقى دعمانا وبالتالي هتحسسنا بالخطر وبالتالي تدفعنا دفعا الى الولادة القيصرية؟ النقطة المهمة جدا واللي جاية من النقطة دي وهي النقطة رقم 7، ان لازم المستشفى تكون بتدعم الحالة الخاصة بتاعتي انا. يعني في حالات بتكون حالات ما يسمى بالولادة الطبيعي بعد الولادة القيصرية او ولادة الفيباك. مش اي مستشفى اللي بتدعم ولادة الفيباك او ولادة الطبيعي بعد القيصري. المستشفى دي لازم تكون مؤهلة ومجهزة ببنك دم وبأجهزة تنفس صناعي ويكون فيها أماكن معدة في العناية المركزة. دي شروط لا يمكن التنازل عنها. في حالات بعد الشر عندها حالات الحمل الحرج، حالات ارتفاع ضغط الدم، حالات مشاكل ارتفاع السكر او مشاكل سكر الحمل، او الحالات اللي عندها مشاكل مش جايه مع الحمل، لا ده كانت موجوده عندها من قبل، الاوتوميون ديزيز ومشاكل القلب، وبعض الحالات اللي عندها بعد الشر مشاكل طبيه في العظم او الحوض، او بعد الشر عمليات كبيره كانت بتتم قبل كده والتصاقات وعدد متكرر كبير من القيصريات. كل الحاجات دي بتخلينا لما نفكر نولد هنختار مستشفى بهذه الإمكانيات المعادلة لهذا القدر أو لهذه الأهمية من الحالات. أتمنى أننا لا نتهاون في هذا الشأن أبدا وبأي حال من الأحوال. ومش معنى أننا اخترنا مستشفى فيها بنك دم والحمد لله ما احتاجناش الدم وما نقلناهوش أننا غلطانين أو أننا تعبنا نفسنا على الفاضي أو أن الدكتور أو الدكتورة كبرونا الموضوع. لا، هم عملوا كل احتياطاتهم علشان حالتنا. لو كنا اخترنا مستشفى قليلة واحتاجنا بعد الشهر حاجة من دول كنا يعني هنندم ندم كبير جدا. بعد الشر نتمنى من ربنا سبحانه وتعالى محدش يلجأ لحاجة زي كده أبدا، وإن شاء الله تكون كل المستشفيات على أفضل قدر ممكن من الرعاية الطبية. النقطة رقم 8 وهي نقطة مهمة جدا وبيعتمد عليها حاجات كتير. بصوا، احنا في فريقنا الطبي عندنا أعمدة كده لا يمكن أبدا لفريقنا الطبي إننا نقوم من غيرها، ومن أهم هذه الأعمدة هو التمريض. التمريض هم أهم عناصر الفريق الطبي، ومعاهم بننقص حالات كتير وعلى أيديهم حالات كتير بتطلع للنور، وبعد الشر قد يكون تقصير أو انشغالهم وعدم توافر أعداد كافية من التمريض قد يكون شيء خطر ومؤثر على الحالات. فبالتالي احنا عندنا لازم نقسم عدد حالات التمريض، عدد التمريض مقارنة بعدد الحالات، وبنوفر ممرضة لكل كام غرفة، وإلى حد كبير هنقدر اننا نحصل على الرعاية الطبية بمعدل قد ايه. الموضوع ده مهم جدا جدا. نقطة رقم 9 وهي نقطة خاصة جدا ومهمة، هي نقطة أطباء الأطفال، وهل أطباء الأطفال سهل تواجدهم ما بعد الولادة، وهل هقدر إن أنا أتواصل مع طبيب الأطفال في حال احتاجته ولا مش هقدر. نقطة رقم 10 وهي نقطة خاصة بأطباء التخدير، وهي نقطة أحيانا بترجع لبعض السيدات اللي بيوفروا أو بيفضلوا أن يكون في فريق معين. بعض السيدات بيفضلوا أن الفريق يكون كله طبيبات، هل المستشفى بتوفر طبيبات تخدير ولا الموضوع لا ما فيهوش التوفير ده أو مش هقدر أننا نوفر النقطة دي؟ وساعتها هتتناقشي مع الطبيبة اللي بتتابع معاها علشان تحدد النقطة دي. كلهم زمايلنا وكلهم على قدر
عالي جدا من الاحترام والتقدير والمعرفة، لكن احنا بنتكلم عن تفضيلات لحالات، وبالتالي بنحترم هذه التفضيلات ولا يمكننا ابدا اننا نجبر اي شخص على اي شيء تاني. نقطة رقم 10 برضو جوه التخدير، ارجوكي في التخدير، هل المستشفى دي بتقدم ما يسمى بالولادة بدون ألم؟ وأي نوع من أنواع الولادة بدون ألم متوفرة؟ وهل هي متوفرة في وجود شخص معين من التخدير، ولا كل فريق التخدير بيقوم بهذا النوع من أنواع الولادة بدون ألم؟ بعض المستشفيات بتعتمد على الاستشاري، فبالتالي ساعات معينة بتكون موجود فيها الاستشاري، وبالتالي بعد الساعات دي مش هنقدر إننا نوفر الولادة بدون ألم، فأرجوكي لازم تسألي عن هذه المعلومات. نقطة مهمة جدا والخطيرة إن بعض المستشفيات لا توفر أطباء التخدير بشكل منتظم طول ساعات اليوم، يعني اطباء التخدير بيجوا بناء على طلب الاطباء، وبالتالي دي حاجه مش جيده، لان احنا عايزين اطباء التخدير يكون موجودين معانا 24 ساعه، بعد الشر احتاجناهم في اي شيء لازم نكون جاهزين جدا جدا، وفريقنا الطبي على قدر عالي من الاستعداد. نقطة رقم 11 وهي النقطة الخاصة بدعم الرضاعة الطبيعية، مش كل المستشفيات بيكون فيها حد بيؤهلنا وبيساعدنا في دعم الرضاعة الطبيعية بعد الولادة، وإن كان الأمر ده بيزيد من تكلفة الولادة إلا إنه بيوفر لينا بعد كده عناء كبير جدا جدا ومشاكل كبيرة، وحتى قدرة كبيرة جدا من الأجن من الأطفال اللي اتولدوا إنهم يتعاملوا مع الرضاعة الطبيعية بشكل سليم، لأن أول ساعات الرضاعة الطبيعية هي الساعات الذهبية زي ما بنقول، والفترة دي بتكون أهم فترة ممكن نوطد بيها العلاقة ما بين الأبناء وما بين الأمهات. النقطة المهمة برضو وهي نقطة رقم 13، طيب هل في فرصة اننا ناخد فكرة كده عن المستشفيات؟ اكيد مستشفيات بعضها عندهم صفحات على الانترنت، بعضها عندهم مواقع على الانترنت، فتقدري انك توصلي للصفحات والمواقع الى حد كبير بتديكي فكرة ولو عامة كده عن هذه المستشفيات، وبالتالي بتديكي قدرة انك تقدري حتى تسألي او تفهمي منهم الدنيا موجودة عندهم بشكل عامل ازاي بالظبط. فاكيد لازم تتصفحي هذه المستشفيات على صفحاتها وعلى مواقعها الإلكترونية بحيث ان يكون عندك معلومة الى حد كبير كاملة عنه. نقطة رقم 14 وهي نقطة اصبح لا غنى عنها في الفترة اللي احنا فيها دلوقتي، يعني بعض السيدات وتقريبا نقدر نقول الاغلبية بيتمنوا انهم يسجلوا هذه اللحظات الجميلة من حياتهم بالفيديو او بالتصوير الصور، وبالتالي في بعض المستشفيات بدأت انها توفر مصورين بحيث انهم يسجلوا هذه الامور. هل المستشفى دي بتساعد او بتسمح بهذا الامر ولا لا؟ هل المستشفى دي بعيدا عن سماحها، هل المستشفى دي بتوفر هذا الفريق ولا لا؟ دي كماليات ممكن جدا اننا نسأل عنها لو الموضوع بالنسبة لنا هيسبب لنا نوع من انواع القلق اننا ما عندناش الفريق ده او المستشفى لا تسمح بده، وبعد كده ممكن يدخلنا بعد الشر في قلق وزعل ان احنا لا انا كنت عايز اصور، لا انا ما كنتش عايز، المستشفى مش قابله، وندخل بقى في جدلية احنا في غنى عنها. رقم 15 وهي برضو شبه النقطة اللي فاتت، نقطة ليها علاقة بحضور الزوج، مش كل المستشفيات بتقبل حضور الزوج، في بعض المستشفيات بترفض تماما دخول الزوج غرف العمليات، وفي بعض المستشفيات بتقبل، وساعتها الموضوع بقى هيرجع للطبيب نفسه ولرأي الطبيب نفسه. احنا كأطباء في الغالب بنسبة 90% بنقبل دخول الزوج، بالعكس دخول الزوج بالنسبة لنا هو شيء بيدعمنا اكتر وبيساعدنا، بحيث لو في بعد الشر اي حاجة مش هنعرف نوريها له بعد كده، او هنفضل نحكي عنها للصبح مش هنقدر نفهم الصورة بتاعتها، لا ده احنا بنشوفها جوه غرفة العمليات وبيشوفها قدامنا وبيبقى جوه معانا في الفريق. لكن هل المستشفى بتسمح ولا لا؟ ولو المستشفى بتسمح ايه الاحتياطات اللي المفروض الزوج يعرفها، وايه الدروس، لان في دروس مهمة جدا جدا هتلاقوا منها دروس موجودة في وصف في صندوق وصف الدرس، ازاي نأهل الزوج لحضور الولادة، لان الموضوع مش بالبساطة دي ومحتاج جدا تأهيل طبي ومعرفي علشان يقدر يكون على الوجه السليم دي. نقطة رقم 16 وهي نقطة خطيرة ليها علاقة بوجود دكتور او دكتورة مناوبين موجودين مع الحالة 24 ساعة. احنا كأطباء جراحين في الغالب ما بنقدرش نتواجد مع حالتنا غير بعد اللستة بساعة ساعتين ثلاثة بالكتير، وجودنا بعد كده بيكون معتمد بشكل كبير على الأطباء المناوبين وفريق التمريض اللي موجودين في المستشفى، هم أصحاب الرعاية اللي بعد كده بيبلغونا بالحالة الطبية للحالات.
هل الدكتور او الدكتوره اللي موجودين في المستشفى موجودين على قدر من المهاره والاختيار الجيد ولا لا؟ دي حاجه بنقدر نعرفها بصراحه، اللي بيقدر يقيمها هو فقط الطبيب اللي بيختار المستشفى. لكن مهم جدا وجود اطباء مناوبين، يعني دي حاجه مهم جدا اننا نسال عليها، ومهم جدا جدا اننا نكون فاهمين هم بيتواجدوا معانا فتره قد ايه، والدكتور او الدكتوره الجراحين اللي هيشتغلوا معانا موجودين معانا مده قد ايه بعد الولاده. نقطة رقم 17 هي نقطة يعني في النهاية بتقول لنا حاجة مهمة برضو، هي لا يمكن أبدا أننا نتغاضى عنها، هي نقطة خاصة بالتكاليف. يعني كل هذه الأمور اللي احنا ذكرناها ووجود المستشفيات اللي فيها الاستعدادات بما فيها الحضانات بما فيها الرعاية الطبية الكاملة والتأهيل للرضاعة وكل بقى الأمور اللي احنا ذكرناها من شوية، كل دي بتزيد من تكاليف الولادة، وبالتالي بعض الحالات قد لا يكون هذا الأمر ليهم مناسب. الموضوع بسيط، اطمنوا ان شاء الله خير، ان شاء الله هنلاقي اماكن تناسب امكانياتنا. في امور يمكن الاستغناء عنها، في امور ممكن نستبدلها باننا نشوف معلومات طبية موجودة على الانترنت ودروس برضو بتفيدنا في قصة الرضاعة الطبيعية والتأهيل للرضاعة الطبيعية، في امور بتفيدنا في حاجات كتير، وان شاء الله بإذن الله هتكون اسلم في امور احنا قلناها بنتجنب بيها الام الولادة، وفي درس كامل بنتكلم ازاي نتجنب او ازاي نتعامل مع الام الولادة طبيعيا، هتلاقوه ايضا في صندوق وصف الدرس. فاطمني ان شاء الله باذن الله هتكون الامور بسيطه، ما تشيليش نفسك منها طاقه لك بها، او لا تحملي نفسك عبء وقلق وضغط نفسي وعصبي احنا في غنى عنه. ارجوكي استمتعي بفتره الحمل بتاعتك، وشوفي التكاليف المناسبه ليكي، وشوفي المستشفى المناسبه ليكي في التكلفه حتى وان كانت تنقصها بعض النقاط. لكن اهم نقطه واخطر نقطه والنقطه الوحيده اللي لا يمكن الاستغناء عنها هي النقطه الجايه، هي نقطه ثقه الطبيب في المستشفى. يعني في النهاية لازم يكون الدكتور أو الدكتورة اللي بتثقي فيهم وتابعتي معاهم واثقين في المستشفى ديت، علشان هم كمان ليهم أهم رأي في المستشفى، الرأي الخاص بغرفة العمليات وفريق الدعم الطبي أو الفريق الجراحي. أرجوكي دي أهم نقاط، للأسف مهما عملنا ومهما قلنا ومهما اتكلمنا في دروس عمرنا ما هنقدر نديكي الأدوات اللي تقدري بيها تقيمي هذا الأمر، والوحيدين اللي في إيديهم قدرة التقييم لهذا الوضع هم فقط الأطباء. فالمستشفى اللي بيثق فيها طبيبك هي أجمل مستشفى ممكن تريدي فيها من الآخر كده، بحيث إننا كده نكون ريحناكي بشكل كبير. احنا النهارده باذن الله عندنا اقترحته بعض الحالات، عندنا قالت لنا ليه ما نعملش زي فيديو كده او زي رحله داخل المستشفيات اللي نعرفها، ونتناقش ونتكلم وندردش مع المستشفيات دي ومع اداراتها، ونعرف منهم بيوفروا ايه وما بيوفروش ايه، وهل توفير ولاده بدون الم موجوده، ولاده تحت الميه، ولاده طبيعيه، ودعمهم وايه الادوات اللي بيدعموا بيها الولاده الطبيعيه. كل ده ان شاء الله هنحاول ان نوفره في ان شاء الله فيديوهات جايه، بحيث اننا نحكي عن هذه المستشفيات القريبة والبعيدة، وإن شاء الله بإذن الله تجينا حتى فيديوهات من مستشفيات موجودة في المحافظات كلها، وبإذن الله يكون في دعم كبير إن شاء الله بإذن الله هنقدمه لكم إن شاء الله على قناة طبيبتي. لو استفدتي من الدرس ما تنسيش انك تضيفي علامة لايك، لان ده هيساعد في انتشاره، ولو شايفة انه فادك ففيدي غيرك بانك تشاركيه مع الاخرين، ولو مهتمة بكل ما يخص صحتك في كل مراحل حياتك فما تنسيش طبعا تشتركي في قناتنا قناة طبيبتي، هتلاقي زر الجرس اضغطي عليه عشان توصلي كل الدروس الجديدة، واتفرجي على كل الدروس اللي فاتت اللي هتفرق معاكي كتير جدا جدا في زيارتك الطبية وفي حياتك كلها. كل دعواتنا ليكم بالصحة والسعادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.